السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أحط بحيرة مية في برنامج اليومن، باجي هنا في اللاندسكيب وباجي أقول له أنا عايز ووتر، وأختار المكان اللي أنا عايز أحط فيه، أختار بليس أوبجكت وأروح دايس على المكان اللي أنا عايزه، ممكن أتحكم فيه بقى زي ما أنا عايز بالشكل دوت. تمام، وممكن احط فيه شويه سمك، يعني ممكن اجي هنا في اوبجكت واقول له انا عايز سمك وابدا احط سمك زي ما انا عايز. ممكن احط بقى اي حاجات تانية، تعال نشوف طيور مثلا بيردس، هتلاقي الطيور بتطير حوالين المكان اللي انت حاططها فيه. وممكن اقول له انا عايز مثلا حصان، تمام. او ممكن بعد كده نديله مسار لما نيجي نشتغل في حاجات الفيديو، ممكن نديله مسار يمشي فيه وانا بعمل الفيديو. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط جدا ولذيذ. وممكن اجي هنا على الشمس اديها شوية صفاء شوية، واخلي الشمس فاتحة شوية، تمام. ممكن تختار شكل من الأشكال الموجودة ديت، تمام. أخوكم عمر سليم.